السلام عليكم يا أخ خالد. وعليكم السلام. حياكم الله. مرحبا. أهلا بكم إلى أذربيجان. أهلا بك. أخي خالد وأصدقائه هم جاءوا إلى أذربيجان قبل يومين ثلاثة أيام. نعم. نحن ذهبنا يعني إلى جبال شهدر، رأيتم جبال شهدر والثلج، وجئنا إلى جبال غوبة. شوف الآن يعني عندنا درجة الحرارة تقريبا 5-6 درجة. في ثلج. برد. عموما يعني في أذربيجان الأجواء، المناظر والأسعار، ما رأيك يعني؟ رأيي بالنسبة للأجواء أجواء جميلة صراحة يعني، والأسعار مناسبة، لا هي غالية ولا هي رخيصة. متوسط. في متناول الأيدي. نعم. من أعطى رقمي جوالي لكم؟ كان أحد الأخوة كان زاير معك، هو نصحنا فيك يعني حبيبي. قال إنسان تكلم العربي، وإنسان ممتاز يعلمك كل شيء، وصادق ويعمل لك تخفيضات. بارك الله فيك وبارك الله في جميع إن شاء الله. وأنصح الأخوة إنهم يزوروا الأماكن هذه السياحية في أذربيجان، ولا ينسوا إنهم يكونوا مع كامل، أخونا كامل، الشيخ كامل. وأيضا من أجل لحظة خلنا شوي لحظة ومن أجل تشوف الأماكن السياحية كامل، زوروا قناته في اليوتيوب. إيش اسمها؟ فوكاسترافل. سأحط لكم اسمها تحت. كيف قلت قبل؟ فوكاسترافل. قبل ما أعرف. كيف كان الاستقبال في المطار؟ استقبال ممتاز. كيف كان خدمتي معكم؟ نعم. خدمة عالي العال، جميلة جدا، نشكره عليها. سؤال آخر. نعم. الآن يعني تفضل. ماذا تنصح يعني الإخوان العرب والخليجيون؟ أنصح في يعني من يريد أن يأتي إلى أذربيجان يعني. أول شيء إنك تتواصل مع الأخ كامل، لأنه ما يحتاج توقف تبحث عن الأماكن السياحية، هو دليل ومرشد سياحي ممتاز. الشيء الجميل فيه إنه يتكلم عربي، وأيضا شخص أمين ويعرف كل الأماكن السياحية الموجودة. بارك الله فيك ورزقك الله. حجز الفنادق والشقق والفلل بافضل الاسعار، وكذلك بالسياره خاصه، من ياتي يعني اوديهم يعني من الصباح الى المساء الى كل اجمل الاماكن السياحيه. نعم. ان شاء الله. حياك الله. وجزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا. يا مرحبا.